السلام عليكم. يمتلك اليمن إطلالة بحرية مترامية تبدأ بالبحر الأحمر وتمر بخليج عدن وتصل إلى البحر العربي وتمتد إلى المحيط الهندي. هذه الميزات الجيوستراتيجية افتقرت على الدوام لقوة بحرية وازنة تعبر عن البلاد كدولة بحرية قبيل أن تنبعث في مرحلة ما بعد ثورة 21 من سبتمبر. أولت قيادة الثورة أهمية قصوى لبناء وتعزيز القوى والقدرات البحرية للبلاد في ظروف معقدة كان من نتائجها امتلاك اليمن منظومة أسلحة متنوعة تشمل الصواريخ والزوارق والألغام والغواصات. القوات المسلحة سبق وكشفت حتى الآن عن 12 نوعا من الصواريخ البحرية وهي المندب. المندب هي صواريخ بحرية من نوع كروز مطورة من صاروخ سي 801 الصيني يصل مداها إلى 300 كيلومتر وتتميز بقدرتها على التحليق على ارتفاع قريب للغاية من سطح البحر لتجنب رصده راداريا. صياد المجنح هو صاروخ كروز يصل مداه إلى 800 كيلومتر ويستخدم لضرب أهداف ثابتة ومتحركة ويصل وزن رأسه الحربي إلى 200 كيلوغرام. صاروخ فالق هو صاروخ باليستي مضاد للسفن يبلغ طوله 6 أمتار ويصل مداه إلى 200 كيلومتر وهو قادر على التقاط الأهداف بصريا وحراريا. عاصف صاروخ باليستي مضاد للسفن قادر على رصد الأهداف بصريا وحراريا يبلغ مداه 400 كيلومتر ويحمل رأسا حربيا يزن 500 كيلوغرام يعمل بالوقود الصلب. صاروخ كرار هو صاروخ باليستي مضاد للسفن نسخة مطورة من صاروخ باليستي أرض أرض يحمل الاسم نفسه ويبلغ مدى 400 كيلومتر ويحمل رأسا حربيا يزن 550 كيلوغرام يوجه بالرادار أو بالأشعة تحت الحمراء. صاروخ محيط هو صاروخ باليستي أرض بحر وهو من الصواريخ بعيدة المدى ومطور من صاروخ قاهر M2 ويعد من الصواريخ البالستية الاستراتيجية. منظومة صواريخ تنكيل هي منظومة باليستية أرض أرض وأرض بحر متوسطة المدى وتعمل بالوقود الصلب. صاروخ ميون هو صاروخ باليستي أرض بحر متوسط المدى ويعمل بالوقود الصلب وقادر على إصابة الأهداف الثابتة والمتحركة ويتميز بقدرة تدميرية هائلة. سجيل هو صاروخ مجنح مداه 180 كيلومتر يعمل بالوقود الصلب والسائل طوله 3 أمتار و6 من عشرة برأس حرب يزن 100 كيلوغرام يتميز بدقة الإصابة. ضمن قدرات القوات المسلحة هناك الزوارق البحرية المسيرة وتضم زوارق طوفان الهجومية بأجيالها الثلاثة تحمل رؤوس حربية تصل إلى نصف طن وتتميز بسرعتها العالية وقدرتها على المناورة والتخفي عن أجهزة الرصد وتستخدم لاستهداف الأهداف الثابتة والمتحركة البعيدة أيضا في جميع الظروف البحرية. صنف آخر من القدرات البحرية هو الألغام البحرية والأصناف المعلن عنها هي ثاقب وكرار ومجاهد وأويس ومسجور وعاصف. العمليات التي نفذتها القوات البحرية اليمنية المساندة لغزة أكبر بأضعاف من العمليات التي نفذت خلال فترة العدوان على اليمن حيث نفذت القوات البحرية 64 عملية في البحرين الأحمر والعربي خلال أشهر قليلة فيما نفذت 32 عملية فقط في البحر الأحمر ضد سفن سعودية وإماراتية خلال 8 سنوات من العدوان على اليمن. جديد القوات المسلحة ما كشف عنه قبل أيام قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي هو سلاح الغواصات. لا يعلم عدد ما تمتلك القوات البحرية منه وما تزال ميزاتها وقدراتها غير معلنة عدا عن تأكيد قائد الثورة أنها سلاح مقلق للأعداء في سياق لم يخلو من إشارات مختلفة إلى أنواع جديدة من القدرات تضع اليمن في مصاف دول محدودة.